رؤساء جزائريون واجهوا المغرب، من هم؟ أحمد بن بلة من سبتمبر 1962 إلى 19 يونيو 1965. في عهده اندلعت حرب الرمال بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963، وذلك بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات الحدودية، خاصة بعد الهجوم المباغت الذي قام به الجيش الجزائري على مركز إيش قرب فيقيق. هوارب مدين من 19 يونيو 1965 إلى 17 دجنبر 1978. في عهده وصلت المناوشات بين البلدين إلى أبعد مداها، وافق مؤتمر نوادبو بموريتانيا على تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، ثم قام بطرد جميع المغاربة بعد الهزيمة التي تلقاها الجيش الجزائري يضغط على الحسن الثاني، كما سخر الدبلوماسية الجزائرية لدعم موقف بلاده من قضية نزاع الصحراء. رابح بيطاط من 27 دجنبر 1978 إلى 9 فبراير 1979. استمرت في مرحلته ولو على قصرها سياسة الانغلاق والمناوشات العسكرية وقرع طبول الحرب. شادلي بن جديد من 9 فبراير 1979 إلى 11 يناير 1992. منذ تعيينه رئيساً أراد الشاذلي بن جديد أن يعمل على إعادة رسم خارطة سياسية جديدة للجزائر، حيث سارع إلى ترميم العلاقات الجزائرية مع المغرب في أواخر عهده، وهو الأمر الذي انتهى إلى تأسيس اتحاد المغرب العربي، غير أن صعود الحركة الإسلامية عجل بالزلزال الجزائري. محمد بوضياف 16 يناير 1992 إلى 29 يونيو 1992. كان بوضياف هو أمل المغرب في رأب الصدع بين المغرب والجزائر، لكن اغتياله في 29 يونيو عام 1992 على يد ملازم في القوات الخاصة الجزائرية أخذ معه ذلك الحلم. وقد كان بوضياف بعد وفاة الرئيس هواري بومدين يدير مصنعا للآجر بالقنيطرة بالمغرب. علي كافي من 2 يونيو 1992 إلى 31 يناير 1994. اهتم علي كافي بمحاولة إخراج الجزائر من عنق الزجاجة، إلا أن وجوده على رأس السلطة كان فقط للتأكيد على أن الدولة ما زالت مستمرة، وقد ازدادت الجزائر في عهده عزلة وانطواء، وقفز الصراع المغربي الجزائري إلى الواجهة كتغطية على ما يجري في الداخل، بسبب أن علي كافي كان واحداً من صناع تصدع العلاقات بين البلدين. اليمين زروال من 31 يناير 1994 إلى 27 أبريل 1999. في عهده أغلق المغرب حدوده مع الجزائر سنة 1994 على خلفية تورط جزائريين دخلوا المغرب من المعبر الحدودي بوجدة في تنفيذ عملية مسلحة استهدفت فندق أطلس أسني بمدينة مراكش، وقد رد اليمين زروال بالمثل، حيث عادت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الصفر وتجمد مشروع الاتحاد المغاربي. بوتفليقة من 15 أبريل 1999 إلى 2 أبريل 2019. بعد فشل الجزائر في التعبئة ضد المغرب في عمليات تحديد الهوية، تحولت في عهد بوتفليقة إلى شيطانة المغرب في المجال الحقوقي عبر استغلال ورقة حقوق الإنسان وتأطير انفصالي الداخل لإثارة الفتنة بالمغرب من جهة، تمويل مكاتب المحاماة ومكاتب خبرة غربية لشن حرب قضائية ضد المغرب في المحاكم الدولية من جهة ثانية. عبد المجيد تبون تم تنصيبه رئيسا للجزائر يوم 19 دجنبر 2019، وهو رئيس بدأ يلفت السموم ضد المغاربة في أول خطاب له متبنياً هو الآخر عقيدة العداء ضد المغرب.